بعض الأفارقة قالوا انتهى عصر مصر دي ودول الشمال الأفريقي، إنما إحنا في عصر أفريقيا السوداء. لم تكن هناك إمكانيات لدى منتخب مصر، منتخب بيستعد استعدادها عادي جدا، مباراة احتكاك مفيش، لو حب يلعب ماتش بره في أثيوبيا بيتمرمط في المطار، بيقعد عزام، أي رحلة في أفريقيا بتاخد لها يوم ونص. إعداد كان ضعيف جدا، كان في مصر ماتشات ما كانتش على المستوى اللي هو يليق بقيمة البطولة نفسها. احنا ماتش المغرب تصفيات كاس عالم يا راجل، تصفيات كاس العالم 86 بنلعب تقسيمات، بنلعب تقسيمات بين الاخضر بيلعب الاحمر والاحمر بيلعب الاصفر. محمد رمضان جاب 3 اجوان هنا في الاحتياطي، راح نقله كابتن عبد الرحمن الوحش رحمه الله عليه في الاساس، جاب 3 اجوان، نزل الماتش اتغير بعد ربع ساعه. حبوا بقى يعني ينهوك نقله تانية ودوك اسبانيا قبل الماتش باسبوع، بتلعب ماتش ودي في اسبانيا. احنا فكرنا بقى هنلاعب بقى فرقه، يعني ماتش كان تقريبا الساعه 2 الظهر حاجه كده، قعدنا لغايه الساعه 3 ونص مفيش فرقه، لقينا ناس جايه من على البسين لابسه شورتات ومفيش تيشيرتات من فوق، وبدأوا يسترسبوا واحد ورا التاني لغايه ما قالك هي دي فرقه لعبها ازاي. انت منتخب مصر بالاسماء دي بالكواليتي ده بالسكواد ده جيب ناس على البسين يلعبوك ماتش، كسبنا 10 ساعتها. مصر بقياده المدرب الانجليزي مايك سميث وقعت في المجموعه الاولى مع السنغال وكوت ديفوار ووش الخير موزمبيق، ولو كانت التوقعات منخفضة نوعا ما قبل بداية البطولة فهي بالتأكيد وصلت للقاع لما خسرت مصر في الافتتاح ضد السنغال، وبعد 72 دقيقة في منتهى الصعوبة قدام كوت ديفوار بنرجع تاني بهدف لشوقي غريب وراه التاني من جمال عبد الحميد عشان نروح ماتش موزمبيق ونخلصه بثنائية طاهر أبو زيد في أول ربع ساعة، وفي زمن كان لسه فيه الفوز بنقطتين اتساوي الثلاث فرق عند 4 نقط وتأهلنا أول بفارق الأهداف. وخرجت السنغال بس المرة دي كان الجمهور بيعرف اللي بيحصل في لحظتها. كانت إذاعة شباب الرياضة الحقيقة قدمت أشكال وقوالب جديدة في هذه الدورة على وجه الخصوص، يعني منها تعدد نقاط البث المباشر، يعني الماتش الواحد ازاي يبقى هناك اكتر من نقطة اذاعة خارجية مباشر تعمل لقاءات من اماكن مختلفة. ما كانش فيه غير الو تروح الملعب الخط مزرجن يطلبك تاني بتمليه مش من الملعب، ده انت لو الملعب هتشتغل زي الفل، ولا في عندك نت ولا عندك تليفون، ما فيش حاجة خالص، لازم تتفرج وتسجل ويطلع يمالك وانت بتسجل وتلحق تيجي على اقرب تليفون، ما تلاقيش الدنيا زحمه تتاخر عن الجريده بتاعتك. كانش في بقى موبايل والكلام ده كله، انت كنت بتصل ببيتك وبيتك تصل بيك من خلال التليفون الفندق، انت في غرفتك بيجي لك تليفون من البيت بتكلم انت البيت عن طريق الفندق بس، لكن اتصالات بقى على طول دي ما كانش في موبايل، ما كانش في سوشيال ميديا، ما كانش في انترنت، ما كانش في الكلام ده كله. يعني مثلا احنا كنا بنشتغل 86 براديو ترانزستور في جيبي، في جيب المذيع، والسماعة طالعة منه محطوطة في ودني، في ودن المذيع عشان الدخل يظبط الدخل بتاعته بعد الزميل والآخر اللي على الهواء، يعني أول ما أسمعه بيقول ننتقل الآن إلى استاد القاهرة مع الزميل حسام الدين فرحات أو ما أنا أدخل على طول. نعم نحن الآن في استاد القاهرة نحييكم وحيث يحدث كذا وكذا وكذا، أخبرك أدي ما فيش إمكانيات بنشغل راديو ترانزستور بعتنا نشتريه من العتبة الواحد ب5 جنيه بإمكاناتنا الشخصية صغير كده ونغير له بطارياته على حسابنا برضه.